لا يا مروه، مش هرجعك البيت. واه هتجوز عليك، قلت لك 100 مره انا راجل ولايم متطلبات، وانك لازم تاخدي بالك من شكلك وتهتم بجسمك. ايه يعني؟ ايه يعني الحمل والخلفه؟ منوال الزغبي اتجوزت وخلفت، ومريم فارس اللهم صل على النبي جابت الواد من هنا ورجعت ملكانه تاني يوم. انت بس اللي مش عايزه تاخدي بالك من شكلك وجسمك. مع السلامه. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، زي القمر طول الوقت. حبيبي مش ملاحظ ان في حاجه متغيره؟ لا يا حبيبتي، انت زي القمر طول الوقت. استني، انت خسيتي شويه؟ السلام والرحمة. ايه ده؟ ايه النور ده؟ ازيك يا نوال؟ ازيك يا نوال اختي حبيبتي؟ عاملة ايه منورة بيت ابوكي؟ فين اشرف جوزك وحشتي الواد ابن ال... فهمت؟ فهمت؟ عملتها اشرف، عملتها. ولا يكون عندك فكرة يا نوال، انت هنا في بيت ابوك وامك. مين دول؟ مين؟ فين؟ ابوك وامك دول؟ صورة ابوك وامك دول ولا مش ابوك وامك؟ ايوه يا اخويا، هم هم ولا مش هم؟ هم يا اخويا هم. تقعدي هنا في بيت ابوك وامك بلا اشرف بلا زفت؟ تقعدي هنا معززة مكرمة برنسيسة ملكة متوجة ملكة كده؟ اشرف ده تنسيه خالص، انا اجيبه هنا وافتح نفوخه في سن الترابيزة دي. هي انت هنا في بيت ابوكي؟ هو ده العشم يا اخويا برد، ده بدل ما تصالحهم على بعض يا سي عوض. سامية سامية، بقول لك ايه يا ابله، اطلعي منها خالص، ما تتدخليش بيني وبين اختي في بيت ابونا. ها رجع احلى ايام العمر يا شيئة العمر. اه والله العظيم، فاكره الذكريات الحلوه يا بت؟ فاكره الذكريات الحلوه ولا مش فاكره الذكريات الحلوه والايام الحلوه؟ فاكراها ولا مش فاكراها؟ بتاعت بيت ابونا ثلاثه من الله العظيم فاكره. انت عارفه يا ساميه، اقسم بالله ما كانت تحلالي اللقمه الا من ايدين نونا حبيبتي. اه يا اخويا، ما انت كنت بتصحيني الساعة 3 الفجر اعمل لك بيض بالعجوة. الفجر. تصدق يا بنت فكرتيني، نفسي بقى دلوقتي في شوية بيض بالعجوة من ايديك الحلوين دول. معقولة؟ دي اختك ضيفة عندنا، هنشقيها كده من اولها. هقوم انا اعمل لكم العشاء. ضيفة؟ ضيفة؟ ايه؟ هي مين دي اللي ضيفة؟ أنا يا أخويا. هي مين دي اللي ضيفة؟ أنا يا أخويا. بقول لك بيت أبوها يعني تقعد هنا تعمل بيت بالعجوة ملكة متوجة براحتها تروح وتيجي؟ ما تعمل ليه يا عايزة أنت ملك أنت؟ بس ما يصحش يا أخويا، بس أصل ما فيش عجوة يا أخويا. أنت فاكراها عويلة زيك؟ إيه. بص يا نونة حبيبتي قلبي، بصي قدام البيت هنا في نخلة، هتطلع تجيب لنا شوية رطب، ها؟ تفقش عليهم بيضتين بالسمنه البلدي بقى، زي زمان كده. فاكره لما كنت زمان تعمليه مش بالسمنه البلدي، خليكي تعمليه تاني؟ فاكره؟ فاكره يا اخويا فاكره. الحمد لله، ده احنا هنتلم بقى ونقعد في بيت ابونا وترجعي الايام زمان كده في بيت ابوكي ملكه كده، ملكه متواجه. نوال حبيبه قلبي، بقول لك ايه؟ انا داخل اتشطف بقى، فاهماني؟ طب وهي مالها يا اخويا؟ اللي مالها؟ انت اللي مالك. نوال اختي حبيبه قلبي في بيت ابوها، وانا داخل عندي نيه اتشطف، وعوض داخل يتشطف، انت فاهمه ده معناه ايه؟ هي عارفه لما عوض بيبقى ناوي يتشطف المفروض يعمل ايه. خلاص يا اخويا. حاضر يا اخويا. انت داخل تشطف يا اخويا؟ حمام الهنا، حمام الهنا يا حبيبي. بص بقى يا نوال حبيبه قلبي، انا عايزك تطلعي الغيارات، تسخري لي شويه ميه تغليهم مرتين، ها، وشويه ميه نار كده بقى من اللي تحت الحوض، تعدي كده على البقع الصفرا والحاجات الوحشه اللي في ارضيه الحمام دي كده، تشيليها بايدك الحلوه دي زي زمان بقى، عشان الحمام يرجع يبرق كده ونفتكر الايام الحلوه. ها حاضر يا عوض. حاضر حبيبتي قلبه نوال. نونا انت يا سكر، نونتي.
سلام على ايام زمان. انت عارفه يا ساميه؟ ايوه. نوال دي كانت امي تخليها تجوي لي حتى الغيارات. ولا لما اكون انا خارج اتفسح، عوض خارج اتفسح، البيت ده يقلب طوارئ، نوال دي كده تقعد تور في البيت، تكوي قميص، تلمع جزمه، تعمل شاي، اه والله كانت ملكه، ملكه متواجه، كونتيسه كده، كونتيسه. بنتي دي اقسم بالله اتبهدلت في الجواز. عندك حق، الجواز بهدله. قصدك ايه؟ قصدك ايه؟ انا نوال هات شويه ميه نار هنا عشان في بقعه عايزه تنشال. نوال لا ايه نونا رايح على فين كده؟ ايه ده رايح فين وساب بيت ابوكي؟ اوعى اوعى تكون ساميه زعلتك، ها اوعى تكون طلبت منك تمد ايدك في اي حاجه من حاجات البيت. ها لا لا خالص يا اخويا، انا بس فكرت قلت برضو الست ملهاش الا بيت جوزها. ليه بس يا نونا حبيبتي؟ ما انت قاعده هنا معززه مكرمه، ده انت وشك ورد ونور في اليومين اللي انت قاعده معانا فيهم دول. بص وشك بقى حلو ازاي يا نهار ابيض. ولا انا قصرت معاكي؟ قصرت؟ اوعى تكوني حاسه ان انت مش ملكه متوجه. اوعي حاسه ان انت ملكه متوجه ولا مش ملكه متوجه في البيت هنا؟ انا ملكه متوجه يا اخويا. انت ده انت شايلني من على الارض شايل. اه حتى كنت جايب لك معايا هديه النهارده. والنبي فيك الخير يا عوض، طول عمرك حنين. تصدق شكلي ظلمتك يا اخويا؟ طب خلاص بقى انا هرجع الشنطه واقعد معاك يومين هنا في بيت ابويا وامي. ايوه بقى يا نونا بقى ايوه. بس بقى غمضي عينيكي، ها غمضي عينيكي عشان اوريكي الهديه الحلوه بقى اللي انا جايبها لك من بره دي. بص ها ايوه شويه مصارين، ها علشان تنضفهم لنا كده بايدك الحلوه، تشيلي منهم الحاجات اللي جوه دي وتغسليهم غسلتين ثلاثه يبقوا بيت كده زي شق الليفت كده، وتحشيهم وتحمريهم، تعمل لنا شويه ممبار وتيجي تقعدي وسطينا كده انت والممبار كده، معززه مكرمه ملكه كده في وسط بيت ابوكي. ها شفتي؟ ما بترتاحش بالمنظر ده غير في بيت ابوها، ما بترتاحش غير هنا. ملكه ملكه متوجه كده. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد والعمر المزيد واللبس الجديد، إن لبنى بعتت لإيهاب رسالة على الواتساب، فحواها أنها تشعر بالإعجاب، لكنها استشاطت بغضب السنين لما ما ردش رغم رؤيتها للرسالة إنها سين. لما شهرزاد شهرزاد ممكن تخلصي كده وتنجزي وتجيب القصة من الآخر، وممكن تتكلمي عادي. عادي ازاي يعني؟ بلاش السجع بتاع السيفيلين علشان الفيتامين ده، عشان انت بتتزنقي وبتضطري تحطي كلام فارغ والجملة تعدي وخلاص. انت خلاص ما بقتش تحبني من ساعة ما اتجوزنا وخلفنا وانت مش طايق لي كلمة. ما هو السجع ده لو اتشال من ألف ليلة وليلة هتتحول لأسبوع ونخلص. طيب هروح أظبط مكياجي واجي لك على طول. ايوه براحتك يا روحي، وانا هستناك على حرم الجمر وهسلي نفسي بشويه تمر. لله الامر. مسرور ولا مسرور؟ مين المكواجي هيكون مين؟ ولا تعالى هنا. امرك يا مدرسه. اسمع الكلام مني من مره واحده ومش عايز غباوه. بص ماتش برشلونه والريال هيبدا كمان نص ساعه، وانت عارف خالتك شهرزاد مش هتنزل من على وداني لوكلوك وحواديت. عايزك بصانعه لطافه تخش تعمل اي فيلم وتسلكني منها. اخلص عليها زي ما خلصت على الستات اللي قبل كده. يا ابني تخلص ايه؟ ومين اللي هيربي لي العيال؟ تربيهم لي انت عشان يطلعوا بالهبل ده؟ ما تخلصش. بص هسهلها عليك، لما انا في وسط الكلام اقول ربنا يديم المعروف، هتقوم انت داخل عامل اي حوار ونخلع. فهمت؟ يلا يلا شد انت شد. عمرك يا كبرنا. يلا شهرزاد جاي. شهروري حبيبي. اهلا. جيت لك اهو. حبيبي ازيك؟ عارفاك هتموت وتعرف بقيه الحكايه. يا خبر ابيض، ده انا نفسي اسمع نهايه القصه المشوقه اللي انت كنت بتقوليها دي، لان انا الحقيقه احب الجو الاسري ودفء البيت لان ربنا يديم المعروف. يعني فاهمه قصدي؟ لأن ربنا يديم المعروف علينا. ربنا يديم المعروف يا حياتي. كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه ده؟ كوكو كوكو الكوكو كوكو. ايه الصوت ده؟ ده الديك. الكوكو كوكو.
وده صوته عامل لي كده. لا ما انت عارفه اصل الدنيا برد اليومين دول، في ديوك بتبقى حساسه الحنجره عندها وبتبقى غبيه. فطيب اسيبك انت تكفي عن الكلام المباح، اخلع انا على الشغل وارد تاني. ديك ايه ده اللي بيدن الساعه 7:30؟ وشغل ايه ده بقى اللي انت رايحه لي دلوقتي؟ هو غبي شهريار. بقول لك ايه، اقعد اسمع الحكايه خليني اخلص، انا لسه ورايا مذاكره العيال والعشاء. طب استنى اقوم ابص عليهم بص اشوف بيهببوا ايه. لا لا واجب برضه، هجيلك. وحق اتفضلي. انت يا عم الديك، انت بني ادم. امرك يا مدير العالم. ديك دي اذكى فكره جت، اذكى حوار جه على دماغك. ديك اكوكوكوكو وبالالف واللام بتدن ليه كده؟ انا قلت هكبرنا على الديوكه هي اللي بتخلص الحوار. خسارة تعليمي فيك والدهان اللي بدهنهولك يا ابني. الديوكه دي كانت زمان من 30 سنه الكرتون بتاع زوزو نبيل اللي كان بيتعرض ده، خلاص دلوقتي دي ولا 30 ديكي يخليها تمشي من هنا. افهم، لما اقول ربنا يديم المعروف خش عليا اديني حوار له علاقه بالمملكه، حاجه نخلع بيها. اي لا بص بيستوعب بطريقه غلط، بيستوعب بطريقه وحشه. امشي امشي، استر يا رب امشي. عيالك دول اغيب عنهم لحظه الاقيهم بيلعبوا بلاي ستيشن. مش معقول. كنا فين كنا فين؟ لما ايهاب كل الفاست فود وطلع في حدود، قامت لبنى في الحال طلعت من شنطتها انسيناب. اي شوفي 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 اللمسه، انا احب اقف واقفه في الحته دي في القصه جميله قوي. ايه شوف لحظه مشكله قامت مطلعه الانتيناب. انا احب قوي الحته دي عندك، لان هو ده الود اللي المفروض يبقى ما بين الناس، لان ربنا يديم المعروف. خدت بالك؟ ربنا يديم المعروف، ربنا يديم المعروف. الحق يا كبير، الهكسوس دخلوا البلد، الهكسوس دخلوا البلد. الهكسوس الهكسوس. استني انت ما تشتركيش في الهبل ده. هكسوس مين يا متخلف؟ الهكسوس. هكسو اشغط الهكسو. احنا يا ابني احنا في ألف ليلة وليلة، الهكسوس دول فرعنا. اي كلام وخلاص. الهكسوس اللي هما بشنابة دول ولابسين الفرو اللي على دماغهم يا ابني، دول المغول، دول المغول وما بيجوش هنا خالص. انا غلطة، انا قاعد في البيت خلاص. انت مش عايز تسمع الحكاية اصلا، وعمال تملس انت والمنصرور بتاعك ده وتتهرب عشان مش عايز تسمع. شهريار انا قررت اشتغل، انا مش جاريه ليك ولعيالك. ايه ده مش جاريه؟ لا جاريه 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 بقى جاريه. لا 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 ولد مسرور. عيب ما تقولش ولد، ما تقولش كده طنط تزعل. جاريه هو اللي قال جاريه. وهتشتغلي ايه بقى ان شاء الله؟ كاتبه سيناريست، بما اني عندي موهبه في الحكايات هحقق ذاتي وكياني لوحدي، بما انك بقى خلاص مش عايز تسمعني. تصدقي انا غلطان ان انا سمعتك من 9 سنين لما قلت لي سيبني لبكره. الله يخليك، كانت غلطه عمري. مسرور امرك يا برنس. لا 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 بص، لما اندى عليك وانا متنرفز ما تردش خالص عشان صوتك بيفصلني. بيبي وحشه دي، اعمل كده. بص انا هفهم. ماشي. مسرور فصيله برضو، فصيله حبيبي. خلاص فوتها، فوت الحته دي. مسرور خلص. اخلص يا كبرنا؟ خلص. اخلص يا عمنا؟ خلص. اعتبرها خلصت يا مدير. الله اكبر. مسرور هتعمل ايه؟ هتعمل ايه مسرور يا حبيبي؟ لا 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 خلاص، مفيش سيناريست. خلاص 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 خلاص. ليه؟ حرام حرام. لا ليه بلاش. الهكسوس، انت بتجيب الافكار دي منين يا ابن اللعيبه؟ والله العظيم انا بحترمك. والله انت احسن سلطان بين السلاطين اللي انا اشتغلت معاه كلها. الكوكوكوكو ارفع بقى. يلا شوت 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 يا عم. ايوه يا سلطاني. عايز تعرف انواع الرجاله الحقيقيه ايه؟
بص احنا رجاله في بعض بقى وهناخد راحتنا. لو عايز تعرف انواع الرجاله حطهم كلهم في اختبار صعب وموحد، لان الرجاله بتبان في الازمات معروفه. التحدي الذكوري العظيم اللي هيختبر معدن الرجاله ويفرقهم عن بعض هو يوم واحد تحملوا فيه مسؤوليه البيت، اوضتين وصاله بمنافعهم، بعيل صغير ما يعديش الثلاث سنين. هتظهر لك فورا الانواع الاتيه. اول نوع معانا هو رجل المهام الصعبه، ده اللي بيعمل اتفه المهام باصعب الطرق، فكيك قوي. الولد عمل بيبي فيقلعه 17 قطعه للبسهم له بدون سبب واضح، ويحميه بالكلور ويحطه في الحوض، ينقعه ويطلعه وينشره، مهام صعبه. الرز مثلا اتلسع، يوم جاب طفايه الحريق وشايل البياض ومقفل الشبابيك ويردم البيت بس عشان خاطر شويه رز. ده طبعا بيخليه يحط نفسه في مواقف صعبه جدا، وعلشان كده في مراجع بتشير اليه برجل المواقف الصعبه. في بقى الرجل العنكبوت، الرجل اللي محروق قوي من اسطوره المالتي تاسكينج بتاعت الستات، ان هم يعملوا حاجات كتير في نفس الوقت. البتاعه دي مكسره الدنيا، الستات عامله بيها شغل خطير، وبيقرر انه يبقى زيه زيها واكتر، فيبدا يعمل 30 حاجه في نفس اللحظه، ويتحول لعنكبوت بقى 70 ايد ورجل، يجري من هنا لهنا شعله ما شاء الله. في ساعه واحده بيكون مولع في الستاير وحرق الاكل ومسيح العفش ولاسع العيال ومفحم الباركيه وكاوي الجيران ومشعلل الدنيا، بيولعها خالص بالبوتاجاز اللي في نفسيته دي. ما تعرف حجمك وتتهد، دي ارزاق مقسمها ربنا، لازم تبص للي ربنا مديه غيرك. تهد يا اخي. في نوع تاني بقى من الرجل العنكبوت، وده الرجل اللي هو بيبقى شعره منكوش ومبهدل فبيسموه العنكبوت، يعني ينفع تسمي ده وتسمي ده، الاثنين عنكبوت مفيش مشكله. بيبقى فخور قوي بالحكايه دي ومش حاسس ان في حاجه وحشه لا سمح الله، ولا حاسس انه محتاج صيانه ولا اي حاجه. ايه كده، ايه عنكبوت كده وعكروت كده. عندنا كمان رجل المستحيل، تخيل ده ايه من اسمه كده، عيش معايا. رجل المستحيل ده اللي مستحيل يعمل اي حاجه ولا يقدر يشيل اي مسؤوليه مهما كانت بسيطه، هو اسمه كده. ولو الظروف اجبرته على كده مستحيل يكمل اليوم من غير ما تحصل مصيبه كبيره توصل للاسعاف او المطافي او البوليس او كلهم، مستحيل. في مثلا الرجل الاخضر، الرجل الاخضر ده رجل اللطيف الطيب اللي اول ما بتشيله اي مسؤوليه من اي نوع بيتحول في ثانيه ويبدا يخضر وينتفخ ويتضخم وهدومه تتقطع ويفكر في الانتقام. فتلاقي بقى في انفجارات في المطبخ، اصوات اعتراض مش لطيفه وتهديدات بخطف الولد، حرق البيت، جو شمال كده ملوش معنى، اخضر مش هزار. في برضه للرجل الاخضر معنى تاني، ممكن يمشي الراجل اللي هو بيغير قميصه من شهر لشهر، بيبقى يعني قرب يخضر كده ويبوظ. الرجل الاخضر التاني ده بقى ده صديق مقرب للرجل العنكبوت اللي هو المنكوش التاني، فاكر هو اخضر قاعد وده منكوش وبتاع، هما جايين من نفس الخلفيه ومتفاهمين على معظم الاشياء، بيفهموا بعض من شمه من نظره، حاجه تقرف يعني. في بقى رجل الساعه، ده اللي اخره يقعد في البيت ساعه واحده ويمص بالثانيه، النبي لو اتنططت بعد الساعه دي مش هتلاقي، انسى رجل الساعه. عندنا كمان رجل المرحله، ده راجل ظريف جدا، تطلب منه اي تاسك في الدنيا بيوافق، بس بيعمل منه مرحله واحده، بيعتبر انه كده عمل اللي عليه. يعني مثلا تطلب منه يودي الولد للدكتور، يتصل بالدكتور يحجز، بس اكتر من كده مفيش، لا يوديه ولا يجيبه ولا يجيب ادويه ولا كلام فارغ ولا استشارات، هي مرحله واحده. فلازم اي ست بتتعامل معاه تركز بقى قوي هي محتاجاه في انهي مرحله بالظبط عشان فرصتها ما تروحش، هو رجل المرحله. في كمان الرجل الخارق، قال على طول بيحرق الهدوم والعفش والستاير والسجاد، جاي بيعمل خروق، فاهم؟ عشان كده خارق حرفيا، خارق بهبل، فاهم؟ ده بيخرم الدنيا وبيخرم البيت، هو عشان كده مسمينه الرجل الخارق. طبعا ستات كتير عارفاه. في بقى الرجل الخفي، ده اللي مش موجود ابدا، انسى، خفي، يبقى ملقح في البيت طول الوقت، مرمي على الكنب والسراير، اول ما تحتاجه في اي حاجه يختفي، يبقى الرجل الخفي. او قبلها بيبقى خارق، تحتاجه يبقى خفي. لا، في رجاله عندها حاجات كتير، بيبقى اخضر الصبح. أيوة. يستحمى يبقى عنكبوت، يطلع يتنشف يبقى خارق، تطلب منه هيبقى مرحلة، تحتاجه يبقى خفي. لا، في ناس معدية، في ناس ما شاء الله. في بقى رجل الأزمات، اللي من أول يوم اتجوز فيه وهو في أزمة، وبيطلب من الست إنها تستحمله، ما تطلبش منه حاجة وتتحمل مسؤوليته لحد، أنا عارف أنا بضغط عليك، معلش أنا آسف، أنا نفسي أعرف إيه هي أزماته دي، هو عايش كده، رجل الأزمة. وفي الرجل الآلي، ده يحب يقلي قوي، ده يموت في القلي، سيب له البيت والواد وأي وقت وأي مدة سيبه، بس سيب له طبق بطاطس مقلية كبيرة، لو في سمك مقلي ماشي، بيض مقلي، هو بيلاقي نفسه وسعادته في الزيت، بيعوم فيه، اديله البيت والواد وازازه زيت وهو هيزيد، ده الرجل الالي، تلاقيه الي على طول. في بقى سيد الرجاله، عمهم، العمله الندى، النوع ده من الرجاله منقرض للاسف، بيفكروا لو لقوا اي واحد منه يحطوه في محميه طبيعيه، راجل اللي هو بيتحمل المسؤوليه وعارف معنى الرجوله الحقيقي، تلاقيه كده سند وظهر وامان والحاجات الاصل دي، الراجل ده قرب يبقى من الاساطير، هتلاقي اسمه في الصفحه اللي بعد العنقاء والخل الوفي. اقول لك على حاجه؟ ايه يا احمد؟ في ايه؟ في ايه؟ انا جدتي مره قابلت راجل زي ده زمان وسلمت عليه. وراح فين؟